لازم بعد السمك وكذا ومع الشاي والقهوة. صحيح هذا التايجر، عود التايجر شفتوا فعلا، شو كيف منقط كأنه تايجر. يجنن يجنن. حط وحدة الهنية، ما شاء الله كلها كسرة كسرة ممتازة. طبعا هذا انا اخترت هذا من بين المسك، شفت عندهم انواع مسك كثير، هذا المسك الشفاف اللي فيه ريحة كذا عنبر. فيه كذا ريحة عنبر مع مسك يجنن، هذا يهبل يهوس 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 يهوس. يا إلهي أنت جاي أبحط ضيوفي. هذا وهذا أعطيهم دهن المسك. عندهم 5 نكهات صحيح، أقسم بالله إن عندي أنواع كثيرة عود وأنواع كثير بخور شوفوا حتى الدرج، عشان الدرج مليان. اخترت أفضل شيء اللي جنني هذا. يلا قبل ما العودة تخلص لقاء، تفضلوا تبخروا. شكرا. شو بسوي بس هيك خليه؟ اي تبخري حطي تحت حجابك هو شعرك وانت نفس الشيء. والحين اجي اعطيكم هذا المسك. هذا عود، هذا ما هو بخور، البخور اللي يجيكي معمول كذا مدورات اللي يجي، لا هذا عود طبيعي. ايوه عود طبيعي ايوه. شو الاجواء رومانسيه شايفين؟ جالسين كذا يموتون على القهوة السعودية. اي والله تبخرت عيني، القهوة السعودية حاضرة بكل مكان يموتون فيها. انا كنت افكر بس لقاء طلعت حتى ما يتموت فيها. نص صديقات ما هي سعوديات، اول تقول الحين ما عاد في كثير سعوديين. ايوه بعدين تبخرين. هم عادات يقدمون عطور للخطاب، احنا ما عندنا هيك شيء حلو. لا لا قبل ما هسه لا هسه كل شيء تعلموه. هسه الله يطيب تيك توك وهذا اللاف. انستغرام ايش؟ سناب شات. ايه كل شيء تعلموه. ايه جلستنا رمضانية بامتياز. الفضل يعود لكم، ما كل يوم تعطينا أكلة جديدة. الله يعطيك العافية، حسستينا فعلا بأجواء رمضان والله العظيم، حقيقي حقيقي يعني. إن شاء الله إن شاء الله تعالى.